اتفضل اسمك عرف نفسك. ايمن منير. ايمن منير. ايوه استاذ ايمن، انا عايز بس اتكلم في نقطه صغيره قوي. احنا عايزين ما نمشيش ورا الشائعات. تمام. ما نمشيش ورا الشائعات، وفي ايادي خفيه بتلعب في البلد دي. تمام. ان الشرطه العسكريه الموجوده دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، في اللحظه اللي احنا فيها دي، موجوده في شارع محمد محمود جنب ميدان التحرير هنا، شويه بلطجيه، لا هم من الثوار ولا هو من الثوار، ملوش دعوه بالشرطه العسكريه خالص. اذا كنت انت عندك غضب من ناحيه الشرطه الداخليه، الشرطه العسكريه عملت حاجه؟ ما عملتش حاجه يعني. ما عملتش اي حاجه. تمام. يعني ايه اللي يخليني احتك بيهم؟ مفيش حد يحتك. حد يحتك لا، في ناس موجوده هناك وعايزه تحتك بيهم. اه يعني في دول لا يتباعوا الميدان ولا ميدان التحرير ولا يعرفوا حاجه عن الثوره ولا تمام. الكلام ده كله ملناش دعوه بيهم. وانا بقول الكلام ده عشان كل الدنيا كلها تعرف. تمام. لو الدنيا كلها بتخش على النت وشايفه الموقع ده تعرف ان الكلام ده انا بقوله، انا مواطن مصري، انا مدرس ثانوي بقول الكلام ده. تمام. وفاهم اللي انا بقوله. مش عايزين نحتك بالجيش في حاجه. تمام. الجيش هو اللي حامي البلد. تمام. بس انا يعني ليا طلب عند سياده المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه والمجلس العسكري اللي بيحكم دلوقتي، بيحكم بمثابه رئيس الجمهوريه. تمام. ارجوه واتوسل اليه، شوف ايه الحل اللي يرضي الشعب عشان ما نوصلش لمراحل اخطر من كده. مش هقول حاجه تانية، بلاش حاجه تانية. لا، مراحل اخطر من اللي احنا فيه ده. ارجوك اتوسل اليك يا سياده المشير، شوف حل، شوف حل للموضوع ده، شوف حل للموضوع ده عشان ما نوصلش لمراحل خطيره. دي نقطه. نقطه الاحتكاك بالجيش نبعد بعيد عنها خالص، ما نحتكش بالجيش، ده العمود اللي فاضل القائم الحامي البلد دلوقتي من كل من حاجات كتيره قوي. الجيش هو اللي حماه من حاجات كتيره، واحنا عارفين الكلام ده كويس قوي. ايوه. الداخليه ليها دور، بس في دور سلبي وفي ايادي بتلعب. ايادي جوه الداخليه الله اعلم، ايادي بره الداخليه الله اعلم، في ناس من بره، ناس من جوه معاها اجندات جايه من بره. عايزين نبعد بعيد عن الكلام ده كله. نفسي يعني انا على قد ما كان امن الدوله له مساوئ كتيره، بس برضو كان ليه حاجات كويسه. كان بيمسك الناس اللي زي كده بقى، الناس اللي بتلعب عشان تخرب الدوله، عشان تلعب وتخرب في الدوله دي. يعني انا يعني لو الامن الوطني موجود ونازل للكلام ده، هو نازل عشان الارهاب وتخريب البلد. فين الامن الوطني يشوف الناس اللي بتلعب دي؟ يعني انا ببقى شايفهم بس ماليش سلطه ان انا هعمل معاه ايه، ما عنديش صفه الضبطيه القضائيه. اللي عنده صفه الضبطيه القضائيه الامن الوطني. انزل وشوف الناس دي يا عم، انزل لابس مالك، مش لازم تيجي لابس ميري عشان الناس ما تحتكش بيك. لبس الداخليه بلاش، تعالى لابس ملكي وانت هتشوفهم بنفسك وهتعرفهم، يا اما انت عارفهم وساكت. هي كده. وشكرا. شكرا.